السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله القوي القهار العزيز الجبار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي علم وبين وبشر وأنذر ورغب وحذر، فنعم البشير ونعم النذير. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. أصحاب المعاني والفضيلة وإخواني الطلبة، أريد أن أتحدث أمام حضراتكم حول موضوع مهم، ألا وهو التقوى. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما أكثر ما نسمع الأمر بالتقوى، ما أكثر ما يقال في الخطاب، ما أكثر ما يلقى في المواعظ، ما أكثر ما نقرأها، وكأنها كلمة عابرة لا تشير إلى معنى عظيم، كأنها ألفاظ جوفاء لا تحقق مطلوبا ولا تنجي من مرهوب، مع أنها الكبير والشأن الخطير، وهي وصية الله لخلقه أجمعين، الأولين منهم والآخرين. وقال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، هل تعرفون ما التقوى؟ أنها أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هل من التقوى؟ أن نعلم عظم قدر الصلاة في دين الله وأنها عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وتهاون فيها، لا يؤديها مع الجماعة، ولا يقيم قيامها وقعودها، ولا ركوعها وسجودها. وإن أداها بعض الناس نقرها نقر الغراب، وإن صلاها مع الجماعة سابق الإمام فخسر وخاب، فلا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى. فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن التقوى سبب للفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الأخير، أسأل الله أن يجعلنا من أوليائك المؤمنين وحزبك الغالبين المفلحين، ولا تخزنا يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله.